لا تنسوا متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك جمال الأطفال، يصلكم كل جديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على واحد شيء يخصني انا، هو سؤال كنلقاه بزاف كيطرحوه بعض المتابعين والمتابعات، والاكثريه كنلقى المتابعات هما اللي كيطرحوه. جمال، شنو السر ديال هاد الخواتم؟ دابا المشكله الناس مشاو بعاد. المهم انا عاود لكم القصه ديالي انا مع الخواتم. ديك الساعه نشرح لكل واحد وغادي يشرح لكم داك الشيء اللي نتوما في بالكم، غادي نشرح لكم مزيان. انا عزيز عليا ندير الخاتم في يدي، يعني كنظن انها حريه شخصيه وكنظن انها ماشي عيب. دراري صحابي كنت كندير خواتم، كندير خاتم بحال موكا، وفين ما كنت كندير خاتم كنلقى تيقول لي راه نقرا ملي كناخذو ها كنغسلو له هذيك كيولي كله كحل. واحد الوقت حلفت عليهم قلت ما بقاش نديرهم، تيقولبوني ديما حيت انا ما كنعرفش نفرق ما بين النقره ولا ما تعرفش يقولك حكم على الحيط، ما فهمتش داكشي. المهم صحابي كان قريب لنا واحد الموسم كيقولوا ليه موسم شراقه، كنقرب الدراري عزيزين اللي نتوما التواشا ديال الخواتم وكذا وهكا وهكا. واحد اليوم تلقيت صحابي كلهم تبلاو دوك الخواتم ديال النحاس، وتيقول لك داك الخاتم ديال النحاس ما عرف راه مزيان لبسو ما تبقاش تحلم وهادي ولا ما يمكنش، انا باغي نبقى نحلم ويلي من نهار ما تخدمش ولي حتى هو ما تخدمش، لا ما يمكنش. المهم دوك الخواتم ديال النحاس عجبوني، جاوني غلاض وكذا وهكا. واحد الدري صاحبي تيديرو وعجبني، واحد صاحبي اخر فنان يعني رسام وخطاط فيه تقريبا كل شيء. الاب ديالو ما عرفتش، المهم تيخدم في دوك بحال موكا، ما عرفتش كيفاش غادي نقولها لكم. كيصاوب مثلا الاواني، كيصاوب بحال داكشي ديال الاواني وهكا وهكا، يعني عنده مع هاد التواشه ما عرفتش شنو تيسميو داك الحرفه. المهم انا طاحت عليا فكره، قلت لي شوف غادي ندبر على واحد الخاتم ديال النحاس وكتب لي فيه مثلا، حيت قال لي راه الوالد ديالو كيصاوبهم. قلت لي واخا، قول لي شحال ما حسبوا لي وكتب لي انت فيه جمال بحال موكا ولا جمال الفا. المهم حيت هذا واحد الخاتم ديال النحاس بان لي عريض، بان لي زباوة. المهم اليوم غدا ديما فما كنتلاقى بيه انسيت حتى تعصبت ما لقيتش، يعني باغي كاع. واحد الشهر كانت كتسالني، كتسال فيا الويفي شهرين، يعني بسبب هذا الخاتم الاحمر اللي كتشوفوه كانت يعني تقطعت عليا الكونيكسيون. مشيت باش نخلص الويفي، تندخل عندهم تقول لي راه السيستم مقطوع ما يمكنش تخلص. خرجت برا تيبان لي واحد السيد صاحبي، تحيه لياسين دهيبي، دخلت عنده قلت نمشي نشوف، ما لقيت عنده شي خاتم ولا هادي ولا هادي. قلت لي خاي ياسين صافا بخير الحمد لله خاي جمال. قلت لي واش عندك شي خواتم ديال الرجال؟ جبد ليا داك بحال موكا طابلو ديال الخواتم ديال الرجال، طاح عيني طاحت على هذا ديريكت، شفتو درت فيه هكا لصقتو قلت هو هذاك صافي. بقيت شادو بيدي و تنشوف اخرين، هو بقى يشوف في يدي قال لي جمال عجبك الاحمر؟ قلت لي عزيز عليا الاحمر، وانا بالفعل كنعشق اللون الاحمر والكحل والزرق، واني اللي بزاف كنحماق على الكحل والاحمر. الا لاحظتو حتى في اللباس ديالي في شحال من حاجه كتلقاوني اغلبيه لابس الكحل والاحمر، ما عرفتش تقدروا تقولوا عليا شرير. المهم كما قلت لكم حريه خاصه. صافي شحال شريتو اقل ما عرف شي 150 درهم ولا ما عرف 180 درهم. صافي جاني كادو معاه من عند الاخت ديالي مكانه، حيت عارفه اللون اللي عزيز عليا الاحمر والكحل، خدات لي مكانه هي في الاحمر والكحل، وجات مع الخاتم في الاحمر داير بحال الورده. هذا كنت هبطت للمدينه ناخذ شي لوجيسيالات من الكزا وشي لعيبات كانوا عندي، شفتو وخديت هذا الخاتم هذا، قال لي مولا راه ما عرف من السعوديه ما عرفت شنو، وخديت معاه هادو، خديت معاه هاد المضاد مونيت الله يعطيكم الصحه. هادشي اللي كاين دابا غادي نهضروا في واحد الموضوع باش نشرحوا. اول واحد القضيه كيفاش انا كنلبسو هنا وهنا، ما يمكنش انا نلبسهم يعني بجوج، حيت شوفوا كي غادي يولي المنظر ما عجبنيش، وانا يعني اعتقاد لي الدخاوي. لا، ثاني حاجه انا ما كنلبسش غير جوج خواتم،
كنلبس ثلاثه ديال الخواتم وما تنبغيش نبين الخاتم الاخر. علاش؟ حيت باش ما تكثرش عاوتاني الهضره الخاويه. الخاتم الثالث ديالي هو هذا، الناس اللي قرابين ليا وصحابي عارفين ان هذا ما كيحيدش من يدي، ها بلاصتو ديما يعني مع هذا الخاتم هذا، هدي بلاصتو. راهين فوا كنسالي فيديو ولا كنخرج لهادي، كاع الناس اللي كيتلاقاو بيا كيلقاوني ديما هذا دايرو في يدي. يعني ثلاثه الخواتم هذا ديال التسبيح اللي ما كيعرفوش الاستغفار والتسبيح وكل شيء، هذا اللي كيصلح. ارا دابا الناس فين مشاو غالطين؟ قال لك هاد الخواتم هادو ديال الطاقه، ديال الطاقه الاخوان، وقال لك هاد الخواتم هادو كيديروك القبول مع عباد الله وكيديروا فيهم شي طلاسيم وشي لعيبات، فهمتي؟ باش بنادم اللي تهضر معاه يتلوى لسانه وكذا وكا وكا. منيتكم الاخوان؟ منيتكم؟ لا يا ما نكذبوش على بعضياتنا، ملي كتشري لمراكش ولا هادي كتعرضوك تقول كندير لك واحد الخاتم تلبسو تدخل على الملوك تدخل على هادي يدهشرو منك وكذا وكذا كيزوق لك بيه الهضره وكذا، علاش ما درتيش انت؟ والله الاخوان اللي كنهضر معاكم بصح شي ناس، يعني واحد السيد صديق ديالي كاع هو سوسي وشافو حتى هو قالها لي، قال لي راه عندنا حنا في البلاد كيصاوبوهم. قلت لي واش دخلت عليك بالله؟ هذا ديال 150 درهم ديال القبول، هذا تا هو ما عرفش ما عرفش، هو تقريبا 150 درهم ما طلع لي واقيلا داك الشيء. هذيك النهار 300 درهم تقريبا، هذا تا هو ما عرف 150 درهم ما عرفت ما عقلتش. المهم تاوت عليه، يعني شنو هذوك الخواتم اللي كتهضروا عليهم نتوما تيديروا 6000 درهم. وشوفوا نقولك واحد القضيه الاخوان، اللي باغي القبول، انا نعطيك واحد الوصفه ديال القبول افيكاس افيكاس. صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، بقى النهار وما طالو كتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. بغيتو واحد الدعاء، اي حاجه بغيتو تيسر لكم، اي حاجه بغيتو تصدق لكم، بغيتو الناس كلهم يبغيوكم، لا اله الا انت سبحانك كنتم الظالمين، كثر منا، لا اله الا انت سبحانك كنتم الظالمين. بغيتو الخير يزيدو اكثر، بقى تشكر الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ولئن شكرتكم لئن شكرتم لازيدنكم، بقى تشكر الله الحمد لله الحمد لله. بغيتي الفلوس لغيتي العاقه، استغفر الله العظيم، بقى تستغفر صافي، هادشي اللي كاين. يعني علاش ما فهمتش هاد الخزعبلات اللي عندكم في الدماغ؟ او جمال بحال 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 وحده كاتبه ليا قالت لي جمال خليك راجل كيف ما عرفناك، ما تبقاش دير دوك الخواتم. اخوان عزاز عليا، واني شي حاجه اللي كتسمى حريه شخصيه والطعن في الكرامه ديالي ما نسمحش فيها الاخوان، ما نسمحش فيها الاخوان، ما نتقبلهاش. نهار الاول بغيتوني بحال هكا، وانا من النهار بديت ملي كانوا عندي جوج ديال لي زابوني، جوج مشتركين، حتى لدابا ولينا 131000 مشترك. جمال ديال الفيديو الاول هو جمال ديال هذا الفيديو، ما عمرني تبدلت. يعني باش تدخل وتسبني وتشتمني، علاش؟ حيت داير مثلا خاتم ولا جوج، ما نتقبلهاش، ما نتقبلهاش، حيت انا ما تندخلش في الحريه ديالك الشخصيه. يعني كنتمنى انه كل واحد يحترم الحدود ديالو وما يتدخلش في الحريه الشخصيه ديالي انا. عادي، راه قدام الله سبحانه وتعالى كل واحد عارف راسو شنو داير، ما نتحاسبش انا على الافعال ديالك ولا الافعال ديالك انت، غنتحاسب على الافعال ديالي انا والمواقف ديالي انا. باش يجي واحد مثلا تقول لك جمال خليك راجل كيف عرفناك، ما تبقاش دير الخاتم ولا الخواتم، ما فهمتش شنو معنى الرجوله عنده. حيت انا كنشوف بعيني الناس تيصليو حدايا باللحيه ديالهم داكشي ودايرين خواتم في يديهم، اش فيها؟ اش فيها؟ زيد على داكشي كما قلت لكم، هذه حريه شخصيه ديال الانسان. بغيتي القبول صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسما بالله لكل شيء يولي يبغيك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم حمد واسم محمد. بغيتي ربي يقويك من الخير، احمد الله وشكره ديما، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بغيتي تيسر لك الامور كامله، بغيتي المعجزات تشوف المعجزات، لا اله الا انت سبحانك كنتم من الظالمين. بغيتي الفلوس، بغيتي الصحه، بغيتي تيسير في العمل، استغفر الله العظيم واتوب اليه.
سهلة سهلة. الدين ديالنا فيه كل شيء، الدين ديالنا فيه كل شيء. حوايج اخرى كتبقى حريات شخصية، كل واحد حر في راسه. المهم هذا كان فيديو يعني بغيت نشرح فيه الناس اللي كيقولوا اللي واقيلا كيحسب لهم هاد الخواتم ديال الطاقة، كانوا ديال الطاقة كل اللي بحال الجراندايزر ولا ما نعرف، واصلا داك الشيء ما خدامش ما خدامش. المهم كنتمنى انكم ما تبقاوش تفكروا بهاد التفكير السلبي، حيت هذا راه تفكير سلبي، واللي كيسول هاد الاسئله راه الصراحه يعني راه يعني راه غارق في التفاهات والتخربيق هذا وهادشي ديال التعويد وهكا. يعني كنتمنى من الله، كنتمنى لكم الهدايه هادشي اللي كاين. المهم كان هذا فيديو بسيط يعني باش نشرحوا شي حوايج، باش نتجنبوا شي حوايج مستقبلا ان شاء الله، وهادشي اللي كاين. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ديروا جامع الفيديو اللي عجبكم، وضعوا تعاليق فيديوهات اللي بغيتوا تشوفوا مستقبلا ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو ان شاء الله، السلام عليكم. لا تنسوا متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك جمال الفا ليصلكم كل جديد. للتوصل بكل جديد على قناة جمال الفا، المرجو الضغط على هذا الجرس الموجود هنا وتفعيل هذه الخاصية والضغط على انغوجيستخي، وستصلك جديد فيديوهاتنا على مدار اليوم.